في الواقع بالبداية أريد أن أقدم التعازي باسمي وباسم مجموعة العمل من أجل فلسطين سوريا لأهالي الضحايا الذين قضوا غرقهم في البحر، وأؤكد أننا في مجموعة العمل وثقنا خلال السنوات الماضية قضاء أكثر من 57 لاجئ فلسطيني في خلال محاولات الوصول إلى أوروبا غرقا في مياه البحر المتوسط. في الواقع هذه مأساة وهذه فاجعة حصلت لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا السوريين أيضا ولهذا القارب المنكوب الذين يعني دفعتهم ظروف الحرب والواقع المعيشي المتردي الآن في سوريا. الآن سوريا مصنفة على أنها أسوأ مكان للعيش في العالم، على مستوى العالم أسوأ مكان للعيش هي سوريا حاليا بسبب يعني ما نتج عن طول سنوات الحرب، حيث تضررت كل يعني الآلة الاقتصادية في البلد، توقفت العجلة الاقتصادية في البلاد وتضررت يعني البنية السكنية للناس على مستوى المخيمات. هناك 5 مخيمات مدمرة، أكبرها مخيم اليرموك الذي كان يقطنه أكثر من 250 ألف لاجئ فلسطيني. هذا المخيم تم تدميره وتجريفه من قبل النظام. تضررت البنية السكنية للسكان للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وكذلك تضررت وسائل العيش، وسائل لنقل طلب الرزق. يعني الآن لا يوجد ما يقيت هؤلاء الناس في سوريا، والمستقبل أمامهم مجهول بسبب الواقع الأمني والاقتصادي. الآن يبحثون عن فرص يعني للعيش الآمن والمستقبل الآمن لأطفالهم خارج حدود سوريا، يضطرون لبيع ممتلكاتهم. أحياناً بعضهم لديه منزل في بعض المخيمات يضطر لبيعه، أو سيارة ربما، أو يضطر للسدانة من بعض الذين وصلوا إلى أوروبا أو خارج سوريا أو كانوا ميسوري الحال، ليبحث من خلالها عن فرصة للنجاة من الواقع الموجود في سوريا. هذا النزيف محمود على ما يبدو مستمر ويزداد حدة، وعم تزداد أعداد أرقام المغادرين من سوريا عموما خلال الأشهر الأخيرة أو خلال عام 2021 أساسا. في الواقع أنا تحدثت يوم أمس مع أحد شهود العيان الذين عادوا من المنطقة لم يستطيعوا الصعود إلى القارب لأن القارب لم يتسع لأكثر من 80. هؤلاء المهربين مع الأسف يعني يدفعون اللاجئ الفلسطيني أو السوري أو طالب اللجوء إلى البحر دون اكتراث، ليس لهم هم إلا جمع المال بطريقة أشبه بالقتل. هم يدفعونهم إلى البحر بوسائل نقل لا تصلح للإبحار. هذا القارب لا يعني لا يستطيع أن يحمل أكثر من 20 شخص، صعد عليه أكثر من 80 شخص، وما أدى إلى تعطله في البحر. هو ربما لا يعني غير صالح للإبحار أصلا من الأساس. فهؤلاء يفترض أن تحاسبهم السلطات، يفترض أن يسألوا، أن يوضع لهم حد. بالأمس تحدثت مع أحد الأشخاص الذين عادوا لم يستطيعوا الصعود، وأكد لي بأن القارب لم يكن يتسع، بالإضافة لأنه هو شخصيا سألته هل ستعاود الكرة؟ قال لي نعم، لا يوجد يعني لا يوجد فرص للعيش بالنسبة للاجئ الفلسطيني أو السوري على مستوى الاستقرار، على مستوى الوضع القانوني، على مستوى الوضع المعيشي. كلهم تركوا أسرهم في لبنان أو سوريا ولا يستطيعون يعني العمل في تركيا مثلا، أو إجراءات لم الشمل، أو الاستقرار هنا في البلاد مثلا، أو حتى في لبنان، ما يضطرهم إلى البحث عن سبل طلب اللجوء إلى أوروبا. وبالتالي قال لي هذا الشاهد أنه سيحاول مرارا حتى يصل إلى أوروبا، ويحاول أن يعني يخرج أسرته من العيش الضنك الآن في سوريا مع الأسف. طيب محمود، أشار من تحدثوا إلينا من الشهود إلى خوفهم من شبكات المهربين اللي يعني طوال سنوات كان في شكوك أنها لا تعمل منفردة في جميع الدول التي تنقل منها لاجئين. إلى أي حد هذه المخاوف محقة؟ لأنه إذا اليونان قررت إعادتهم الآن إلى تركيا، هل ممكن فعلا أنه يتعرضوا لما هو أسوأ من الغرق بالبحر على يد هذه الشبكات؟ هل ترى أن هذه مبالغة أم أمر من الممكن فعلا أن يحدث؟ في الواقع المهربين هم عبارة عن مافيات عابرة للحدود، يعني متعددي الجنسيات، لكن لا أعتقد بأن يعني أعتقد بأن هناك مبالغة. لا يمكن لهؤلاء يعني أن يعني يتعرضوا بالخطر لهؤلاء اللاجئين، لكن أنا الحقيقة يعني أرجح أن السبب هو أن لا يوجد فرصة للعيش والعمل هنا في تركيا بالنسبة للاجئين. يعني غالبا هؤلاء دخلوا تركيا بطريقة غير يعني غير نظامية،
وبالتالي لا يملكون أوراق ثبوتية ولا يستطيعون العمل أو الإقامة أو السكن أو مشاكل، وهم لا يستطيعون بالتالي العودة إلى تركيا، ليس من مصلحتهم أصلا العودة إلى تركيا. وكما تعلم أستاذ قصي أن الذي وصل إلى اليونان هو قطع نصف الطريق بعد هذه التكلفة على المستوى البشري والمستوى المادي، لا أعتقد بأن من مصلحتهم العودة إلى تركيا. لكن هل هناك خطر من أن تقوم أثينا بإعادتهم؟ لأنه يعني في اتفاق بالنهاية، اتفاق أنقرة والاتحاد الأوروبي ينص على ذلك. في الواقع لا أعتقد بأن من يصل إلى أثينا يعني لا يوجد حالات مشابهة. الجانب اليوناني يعني يعيد اللاجئين من البحر في المياه اليونانية أو المياه التركية أحيانا، يعيد هؤلاء اللاجئين قبل أن يصلوا إلى أثينا، لكن عندما يصلوا إلى الجزر أو أثينا لا أعتقد بأن الجانب اليوناني سيرحلهم إلى الأراضي التركية. محمود، دائما في سؤال أنه يعني عمليات الترحيل هي تقع عادة في المياه الإقليمية، المياه الدولية أو المياه اليونانية أو المياه التركية أحيانا، لكن وكذلك في الحدود البرية، لكن لا أعتقد بأن من وصلوا إلى أثينا والآن هم في كامب، الآن بدأت أعتقد إجراءات يعني أخذ بياناتهم وما يسمى بأخذ البصمة، وبالتالي ربما يحصلون على فرصة إما للبقاء في اليونان بشكل مؤقت أو اللجوء في اليونان، ويعني ربما بعدها يبحثون عن فرصة للخروج إلى دول أوروبا الغربية. من هؤلاء المهاجرين في هذه الرحلة دفع كل منهم قرابة 8000 دولار من أجل أن يصل إلى إيطاليا في هذه الرحلة. هناك من ينطلق من هذه النقطة ليسأل: ألم يبقى أمام طالبي اللجوء إلا هذه الرحلات الخطيرة؟ بعرف السؤال قديم لكنه يتجدد دائما، بالذات عندما يسمع عن المبالغ التي تدفع. ألم يبقى هناك أي حلول أخرى أمام اللاجئين سواء سوريين أم فلسطينيين إلا هذه الرحلات محمود؟ في الواقع أنا أريد أن أوجه نصيحة لكل طالبي اللجوء في هذه الفترة. هذه الفترة من أخطر الفترات التي تمر على طرق الهجرة. طرق الهجرة لا يمكن قطعها، لأنها هناك مصلحة للمهربين بدوام البحث عن ثغرات لتهريب مهاجرين وإيصالهم إلى أوروبا مقابل أموال طائلة، وهذه مصلحة الآن، هذه يعني أصبحت مهنة لكثير من الأشخاص الذين يعملون في مجال التهريب. لكن الآن الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي عملت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية مجموعة من الإجراءات صعبت طرق الهجرة، تحولت يعني خيار الهجرة إلى خيار مكلف على المستوى المادي ومكلف على المستوى البشري أحيانا، يعني هناك مخاطر، يعني تحول إلى كلفة مادية وخطر على حياة الطالب اللجوء أو المهاجر سواء كان برا أو بحرا. هناك عشرات المفقودين في طريق البر في الجانب اليوناني من خلال منطقة النهر، عبور النهر هناك أيضا غرقى ومفقودين وناس ماتت من البرد والمرض في الحدود، وكذلك هناك في البحر عشرات حالات الغرق. هذا القارب الذي المنكوب الذي فوجئنا بسقوط 8 من أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا عليه يوم الجمعة، هناك كان خلال هذا الأسبوع نفسه كان هناك 3 قوارب غرقت في المنطقة، أحدها قارب من يعني غالبية ركابه من العراق وشمال العراق تحديدا، كان عليه أكثر من 40 ضحية لم يتحدث أحد عنهم مع الأسف على الإعلام. فأنا أنصح كل طالبين اللجوء في هذه الظروف الآن، الطرق خطرة ومكلفة وعليهم يعني إن لم يجدوا سبل للعيش عليهم أن يتريثوا قليلا حتى تتحسن الظروف. في الواقع الواقع في سوريا مرير، نعم الواقع في لبنان مؤسف ومرير على المستوى الاقتصادي والمعيشي، والآن بعد إجراءات الأونروا التي خفضت المساعدات الفلسطينية سوريا الناس لم تعد تجد يعني ما يغطي حاجتها للسكن والمعيشة، وبالتالي بدأت الناس أكثر تبحث عن فرص الهجرة واللجوء. لكن الآن أنا أشير إلى أن إلى خطورة الطرق وإلى كلفتها وإلى مع الأسف المهربين يعني يبتزون الناس ويقولون لهم بأن الطريق سهلة وهناك سفينة سياحية فاخرة ستنقلكم إلى إيطاليا، يصطمون عندما يعني يذهبون إلى الشاطئ يجدون أن هذه كلها رواية كاذبة وأن هذا المهرب خدعهم لحتى يعني حتى يأخذ منهم المال ويتركهم على قارب لا يصلح للإبحار عدة كيلو مترات بحرية. وبالتالي الظروف الآن خطرة ومكلفة، يتريثوا قليلا أو يعني يدبروا أمورهم في المناطق التي يتواجدون فيها إلى أن تتحسن الظروف.